بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شكرا لجميع الزملاء المعلقين الذين تواصلوا معكم في جميع الأشواط التي مضت وانقضت لتعلن انطلاقة ختام الأشواط في هذه الفترة المسائية لمنافسات وتحديات هذا السن، سن الحقائق ومسافة الاثنين كيلو مترات. ننطلق مع انطلاقة هذا الشوط الذي يحتضن لنا 38 اسم مشارك هنا وينطلق وحاضرا معنا من خلال هذا المسار الأصيل والتحدي الكبير. البداية مع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، الفارسية لمحمد بن عبيد بن سلمان الدوسري على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني القدوم والوصول من شعار راكان بن محمد بن علي السندوانة المري مع انطلاقة عزوه، وأيضا وصلت الآن وتقدمت مشاهدينا ومتابعينا الكرام. القدوم بهذه اللحظات من هذا الاسم وهذا الشعار مثقال بن سعد بن محمد الدوسري مع انطلاقة رؤية القادمة والمغيرة إلى الصدارة والمركز الأول. القدوم أيضا والوصول من هذه الأسماء وهذه الشعارات وصلت الآن وتقدمت الفلوجة سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، والمركز الخامس القدوم من شعار سعيد بن سالم بن رصاص العامري مع انطلاقة العاصمة المحتلة للمركز الخامس. هذه النتيجة، وأعود إلى مقدمة الشوط إلى شعار الدوسري وإلى شعار المكسور، من غير الأمور وانطلق مع صدارة هذا الشوط سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور مع انطلاقة الفلوج، وأيضا القدوم الراكان بن محمد السندوانة المرية مع انطلاقة عزوة، وأيضا القدوم من شعار بن حلفان وصل الآن مع المركز الثالث مع انطلاقة لطامة ماجد بن محمد بن حلفان، والقدوم من شعار بن رويشد مع انطلاقة سحلة سليمان بن سلام الفايد الجانية. الله يا هذا الشوط، يا سلام يا سلام، شوط الختام، شوط الختام لمن السلام في هذا الشوط. انطلق بن حلفان، انطلق مع لطامة ماجد بن حلفان المري على المركز الأول. المركز الثاني الانطلاق من عزوة راكان بن محمد بن علي السندوانة المري، السندوانة وبن حلفان، بن حلفان والسندوانة، عزوة ولطامة، ولكن عزوة 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 غيرت الأمور لتنتزع النماس. سلام يا راكان بن محمد بن علي السندوانة المرية بطلا لشوط الختام، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كانت الفلوجة لسالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، والمركز الثالث لطامة بشعار ماجد بن محمد بن حلفان، والمركز الرابع صواب الحزام بن زيد بن محمد بن محسن بن ديلة، المركز الخامس شعار مثقال بن سعد الدوسري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والنوماس لمالك عزوة راكان بن محمد بن علي السندوانة المرية، من انتزع النوماس لشوط الختام في هذا المساء. تهانينا والف مبروك. التوقيت الزمني 3:03، 58 جزء من الثانية. المركز الثاني فلوجة سالم بن ناصر الفهيد المكسور 3:04 و9 أجزاء من الثانية، والمركز الثالث كانت لطامة لماجد بن محمد بن حلفان 3:04 73 جزء من الثانية، والمركز الرابع صواب لحزام بن زيد بن محمد بن نديلة، والمركز الخامس كانت رؤية لمثقال بن سعد بن محمد المساعرة الدوسري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلنا إلى نهايات ومنافسات وتحديات هذا المساء ليومنا الثاني ضمن تحديات السباق النهائي لمهرجان ولي العهد. مشاهدينا الكرام، كونوا على الموعد بإذن الله في يومنا الثالث وهو يوم الغد لمنافسات وتحديات سن الحقائق في الفترتين الصباحية والفترة المسائية. كونوا على الموعد مع انطلاقة أشواط الرموز. تهانينا والنوماس للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضورنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في مهرجان ولي العهد لسباق الهجن 2024 من ميدان الطائف. ننوه على جوائز مقدمة للجمهور الحاضر من خلال الاختيار العشوائي من عدسة الكاميرا. الرجاء التواجد في مقاعد الجمهور.